عندما نتحدث عن الرياضة الفلسطينية والملاعب الموجودة داخل قطاع غزة، لا يمكن لنا أبداً أن نستثني الحديث عن ملعب اليرموك. ملعب اليرموك هو أقدم ملاعب قطاع غزة، والذي حظي بكثير من الزوار من خارج فلسطين، وعلى رأسهم أفضل الأندية المصرية. بداية حياتي 1958 مع مواليد هذا الملعب، ملعب اليرموك، مواليد 1958. الملعب هذا كان هو عبارة عن الوصلة الرياضية ما بيننا وما بين إخواننا في الجمهورية العربية المتحدة، فكان أي لقاء مثلاً مع نادي المشاة كان يتم هنا، القوات المسلحة، نادي الطيران، بعض الشركات برضو تجيب معاها نجوم. كذلك تشرفنا بوجود المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم، وكان فيه طبعا نجوم كبار. هذا الملعب مر بالكثير من المراحل. للأسف الشديد يمكن هذا الجيلي أو حتى والأجيال التي سبقتني لم تحظى بأن تلعب على أرض معشبة، كانت ملاعب ترابية، وأحيانا ترابية يعني صلبة نوعا ما، كانت تؤذينا، ولكن هذا الإذاء لم يكن يبعد المسافة بيننا وبين هذا الملعب من ناحية عاطفية. هذا الملعب له مكانته عندنا بشكل عام، بشكل صحفي وبشكل نكر رياضي.